رمضان شهر المسلسلات، واحنا كل رمضان نلاقي حوالي 40 مسلسل بيتعمل. طبعا المسلسلات دي فيها نجوم واخراج وتصوير ومكياج واكسسوار. كل الناس دي بتحرم نفسها من رمضان علشان تخلص المسلسل بتاعها وتسعد الناس. تعالوا معايا نروح مسلسل بعد البداية ونتفرج على الأبطال بيعملوا إيه والكرو بيعمل إيه علشان يسعدوكوا ويشتغلوا هم شوية في رمضان. اتفضل. أبقى صحفية؟ أنا صحفية غصب عنك. ولعلمك بقى، هتشوف الموضوع اللي أنا شغالة فيه دلوقتي لما يتنشر هيعمل إيه في البلد وهيكشف مين. دلوقتي إحنا معانا الفنانة جميلة درة. إزيك يا درة؟ إزيك؟ أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله. رمضان كريم. الله أكرم. وعاوزين كنا نعرف أخبار المسلسل إيه؟ بتصوريه في رمضان ولا وإيه إحساسك وانتي بتصوري في رمضان وحرمة نفسك من البيت وحرمة نفسك من الفطار مع الأصحاب أو الأهل؟ واحكي لنا شوية إيه إحساسك وفضل لكم قد إيه تصوير، ونبذة عن اللي بيحصل لك اليومين دول. حضرتك اولا انا يعني متشرفه جدا بالانترفيو مع حضرتك، ويعني بحب كل اعمالك طبعا. الله يعني يكرم. ويعني بالنسبة لرمضان، أنت طبعاً عارف يعني كممثل لما التصوير في رمضان ده بيبقى يعني حاجة صعبة، وكل سنة بنحاول إن احنا نتفاداه بس ما بنعرفش نتفاداه، مش عارفة ليه، فبنقع دايماً في تصوير رمضان. هو يعني ليه عيوب طبعاً، لأنه متعب جداً، لأن ما بننامش كويس، كل المواعيد بتبقى متلخبطة، الساعة البيولوجية اتلخبطت خالص، بس بنحاول نلحق ونشتغل. يمكن المزايا اللي فيه ان احنا برضو بنتجمع احنا كأسرة يعني في العمل مع بعض، يعني فده شوية بيخلينا مش حاسين بوحدة، حاسين بلمة برضو مع بعض في كواليس العمل. وفي نفس الوقت احنا العمل بيتعرض، فانت بتاخد فيدباك، وفي نفس الوقت فده بيديك موتيفيشن برضو انك تشتغل لو العمل ناجح يعني بعد البدايه. هو ده السؤال اللي كنت عايز اساله لك. الحمد لله ان العمل السنه دي اللي انتوا بتقوموا بيه اللي هو بعد البدايه مسمع كويس قوي، الناس بتشكر فيه كويس قوي. ايه احساسك وانت بتشتغلي وحاسه بان مجهودك اتقدر، وفي نفس الوقت ايه احساسك لو كان المجهود ده ما تقدرش؟ هل ده هيفرق معاكي في التصوير نفسه او في الانتوزيازم او العطاء بقى وقتها ولا لا؟ بيفرق. انا مجربت الاثنين. ما انا عشان يعني كده بقول لك كلنا جربنا الاثنين، مش لوحدك يعني. بالظبط. انا السنه دي بعد البدايه مسمع كويس قوي. السنه اللي فاتت برضو سجن النساء كان عامل يعني اصداء فظيعه، لدرجه يمكن يعني احنا بنشتغل واحنا يعني مبسوطين كل حاجه، بس خايفين كمان يعني من كتر الاعجاب الناس بالمسلسل ومتابعه الناس للمسلسل وادوارنا وكده والاشاده بيها. فده طبعا جربته. في احيانا العمل ايا كان بيكون جيد او مش جيد، بس ممكن يكون عمل جيد بس ما يتشافش كويس. طبعا ما يبقاش متشاف كويس، يبقى اتظلم في العرض، محطوط على قناه مش متشافه، في مواعيد مش يعني ايا كانت الاسباب. فده بيعمل وانت مستمر في الشغل بيخليك يعني شويه مش مبسوط قوي يعني. طيب انت قلتي نقطه مهمه جدا، انت ايه رايك في عدد المسلسلات اللي بتتعرض ومحتواهم؟ خلينا صراحة شوية. أنا شايفة أن العدد يمكن كبير شوية، بس في نفس الوقت يعني في مسلسلات على مستوى عالي جدا. يعني زي ما يمكن في كم حاجة يعني زمان كان في، أنا متهيألي كان في من العدد كله كم مسلسل نقول حلوين. دلوقتي بقى في كتير حلو والوحش مش كتير. يعني احنا زمان كان عندنا مثلا الايام الليالي الحلميه كنا بنعرض ليالي الحلميه ويمكن في مسلسل تاني جنبيها وانتهى. الفتره اللي فاتت كنت انا ساعات بشتكي للمنتجين واقول لهم يا اخوانا انتوا بتعملوا كده ليه؟ ليه اشمعنا رمضان يعني؟ وبعدين انتوا بتفرجوا 70 مسلسل في رمضان وتعيدوها طول السنه، طب ما تعملوا المسلسلات دي بره. يقول لك لا هو السوق عاوز كده. صح. ايه اللي اختلف في السوق طيب ومال علشان يبتدوا يغيروا ويعملوا حاجات بره؟
هو دايما انا اللي اسمع يعني اللي اسمعه فهمته انه سعر البيع في رمضان بيبقى اعلى لانه ده السيزون الاعلى اللي بيبقى عليه اعلانات اكتر في القنوات، فالقنوات بتطلب مسلسلات اكتر، فالمنتج طبعا بالنسبه له احسن يعني كده. بس يا دور اللي تغير ما هو المسلسلات النهارده كل الناس بتشتكي من الاعلانات اللي في المسلسلات كل 3 4 دقائق ما بقيناش عارفين نتفرج خالص، بقينا نهرب على اليوتيوب وكده عشان نعرف. السؤال بقى هل احنا عندنا نظام اصلا بنتبعه؟ لا هو متهيألي معرفش يعني، بس مفيش نظام قوي في الموضوع. بس دلوقتي مثلا ابتدى بره رمضان يكون في اعمال هي ممكن تتباع باسعار اقل، بس تكون اعمال يعني معقوله والناس ابتدت تبقى في مشاهده برضو. الاعمال اللي هي زي ليالي الحميه وكده دي حاجات ما تتكررش، احنا اتربينا عليها كلنا. بعدين حتى يعني مش بس كان بيتعرض في مصر، يعني انا في تونس كنت بشوفه يعني وانا طفله. الفوازير نفس الموضوع يعني عشان ما تحسسي. لا 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 انت حضرتك فتى احلام كل جيل على فكره. كندا لا لا المهم صحي والحلم وخلاص. انا فاكره وانا صغيره، طب بلاش وانا صغيره خلاص بلاش رأفت الهجان مثلا برضو لما كان بيتعرض او ليالي الحميه في تونس حتى او في اي بلد عربي وفي مصر في نفس الوقت ما كانش في حد في الشارع، كان خلاص الحلقه ويقعد يستنى وخلاص. يعني كان فيش حد في الشارع، الناس كلها قاعده هتتفرج على الحلقه وهي حلقه بيستنوها وبيتفرجوا وخلاص، مش اللي هو بنقلب على ده وده وده، ما فيش الكلام ده. فطبعا الوضع اتغير والناس كمان كترت واهتماماتها والانترنت والحاجات اللي بيتفرجوا عليها بقى دايما في تشويسز كتير قوي، وده لود اكتر يعني، ده عشان تشد انتباه المشاهد وتلفت نظره العمل وتخلي عمل ينجح في وسط ده كله، يبقى ده صعب مش مجهود طبعا مش سهل. طيب عيلتك مش وحشاكي في رمضان؟ قوي طول الوقت وحشاني جدا طبعا، يعني انا بضطر انه انا عاده بحب رمضان ده عائلي جدا بالنسبه لي، لازم ابقى مع عائلتي. ساعات هم بيجوا لي هنا شويه عشان بكون بصور، وساعات انا يعني طبعا بروح دايما لما بخلص تصوير بروح على هناك. اللي بيعوضني يعني اصحابي، يعني الاصدقاء ساعات يعني وكده واللمه والناس اللي حواليك وحتى في التصوير والناس اللي بتشتغل معاك وكده بيعوضوك شويه، يعني بتحس ان انت برضو في عيله تانية يعني. طيب انا اشكرك جدا. شكرا ليك وربنا معاكم في الثلاث اربع ايام اللي فاضلين يا رب، ومن نجاح لنجاح. ميرسي شكرا وجود لك. شكرا ثانك يو فيري ماتش. رمضان كريم. الله اكبر. رمضان كريم يا طارق. الله اكبر يا استاذ. قول لي يا حبيبي اخبارك ايه وحاسس بايه وانت عمال تصور في رمضان؟ احساس عظيم خالص، احنا ما بنطبق ما شاء الله ما بننامش، يعني امبارح شغالين من بعد الفطار مباشره وهو دلوقتي الساعه 3 4 الظهر تاني يوم. طبعا حاجه صعبه جدا جدا وتبقى مش قادر، بس غصب عنك بتقدر تستحمل تنام شويه تاخد فيتامينز ولا حاجه عشان تعرف تقف يعني. وبنعيد كتير طبعا لان التركيز قليل قوي، بس احنا عندنا مسؤوليه ان لازم هوا يعني خلاص يعني، فاحساس صعب قوي. طب وعندكم تصوير كام يوم لسه؟ عندنا 3 ايام كمان، منهم يومين في مصر واربع ايام، يومين في مصر ويومين في بيروت. يعني هتسافر بيروت لسه؟ واو. بس انت منور والله العظيم. ربنا يخليك. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا طارق، انت عارف انا بحبك من زمان واحنا اشتغلنا من زمان وعارفين بعض من زمان، فربنا يكرمك والف مبروك طبعا على ردة الفعل السنة دي خاصة. سبحان الله ربنا. سبحان الله. هو عايز. لانك انت تعبت وعملت مجهود جامد طول عمرك. السؤال بقى احساسك وانت شغال وبتسمع الكلام الحلو ده زي احساسك وانت شغال وانت ما بتسمعش لسه. حاجه عن او رد فعل او لسه ما عرضناش بالظبط. احساس مختلف تماما، لان الاول انت مرعوب ويا اما هتكمل المسلسل ده وانت سعيد جدا، يا اما هتبقى وانت مكبوس فهتبقى اسوأ.
لكن وانت سعيد بقى وفي رد فعل حلو قوي فبتكمل المسلسل وانت في جود سبيريت كده وزقايه انت عارف وخوف اكتر متهيالي عشان تركز تبقى تكمل ما تقعش في الاخر يعني نجاحك ده يروح في الاخر عليك يعني. فلا طبعا احاسيس كتير قوي حلوه ومقلقه فده اللي مخلينا حتى نستحمل واحنا في نهار رمضان بنصور والولاد عاملين معاك ايه في جنينهم نفسك تروح تقعد معاهم طبعا وبداوا يكبروا فبداوا ايه ده وبابا عمل حاجه كويسه قوي السنه دي وكل اصحابهم بيكلموهم وسعداء وفخورين وبتاع ياسين بس اللي لسه مش فاهم هو كل الحكايه عشان لسه سنتين وشويه عمال يقول بابا في التي في بابا في التي في بس ده كل اللي تتمنى ايه للفن ان يرجع زي زمان او نلم المشاكل اللي احنا بنقع فيها دي ان احنا ما نبقاش بنشتغل في عز رمضان بالطريقه الجامده دي و ايه اللي تتمناه انه يتغير في 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 هي منظومه هي اولا منظومه دفع اقتصاد هو المنتج غصب عنه يعني بيبقى عايز دوره راس المال بتاعته تبقى قليله تبقى قصيره فهو بيخش تقريبا قبل رمضان بحوالي 5 أو 6 شهور بيحصل تاخيرات بسبب فلوس يعني لازم المنظومه دي تتغير ان يبقى في شكل تعاقدات مختلف بمعنى ان المحطات لازم تدفع بدري مثلا ان يبقى في تمويل مختلف يبقى في بنوك ما هو يا طارق احنا لو عندنا انت جالك كام مسلسل 30 حلقه لا ولا واحد ولا واحد فلو احنا بنبتدي غلط ما كله هيترتب عليه غلط مش كده ولا ايه مظبوط بس هو برضو بسبب المنظومه هي منظومه اقتصاديه مأثره على كل الحاجات طيب ده بقى قبل رمضان طب وبعد رمضان منظومة الدفع انت بتعمل فيها ايه؟ استنى وبتتكلم وبتحرج يعني فاهم عشان خاطرنا وحاجات كده كتير يعني ايوه بس هي بقت ماشية كده للأسف عليه على منتج وعلينا بالتبعية كممثلين وفنانين يعني طيب ما هي بالتبعية وده اللي ماشيين فيه طب امتى هنحسنه؟ هل المفروض نحسنه ولا المفروض يتحسن بس أيوة. هو انت عارف احنا آخر ناس بنتأثر بانتعاش الاقتصادي واول ناس بنتاثر بالكساد الاقتصادي لان احنا عايشين على الاعلانات ايوه لما بيبقى في انتعاش اقتصادي بيبقى في اعلانات كتير فده بيخلي الفلوس اكتر فبيخلي المساله بس بيخلي المسلسل بيضيع بسبب الاعلانات الكتير بس ما هو ده اكل عيشنا كلنا ده اللي بيجيب لنا ما هو الفكره ان يعني بلاد العالم كلها عندها فتره معينه للاعلانات في الساعه اللي بيدفع الإعلان في الساعة الغالية بيدفع غالي مظبوط فما بيبقاش عاوز. عنده بتعوض ولكن احنا بنفتح الإعلانات واللي عاوز يجي يا اخوانا احنا عندنا الكيلو الإعلان بكذا علشان الاقتصاد عشان احنا مش في انتعاش اقتصاد لو هناك بره عندهم يقدر يدفع في السبوت ده فلوس كتير قوي تكفي المحطة او تكفي المسلسل ده لكن احنا للأسف ما نقدرش نبيع مثلا سبوت إعلان 30 ثانية ب$100,000 مثلا ما تقدرش انت بتدفع فيه كلام في محطات بتدفع فيه 2500 جنيه يعني تشتري السبوت ده ب 2500 جنيه فهو مضطر يعمل كده كتير اكتر هي بس اول ما الاقتصاد بتاعنا هيرجع تاني يتحسن وان شاء الله انا عندي امال كبيره جدا كل حاجه هتتظبط طب سؤال برضو بالنسبه للاقتصاد امتى جالك منتج قال لك احنا تحت امرك احنا كويسين طيب لا قبل الاقتصاد ولا بعد الاقتصاد يعني كل حد منتج يجي لك يقول لك بس نزل لنا شويه من اجرك السنه دي علشان خاطر مصر صح ولا لا طبعا طبعا وانت من الشركه ووقف معانا وان شاء الله السنه الجايه والسنه الجايه دي ما تجيش كل الحاجات بس خلاص احنا خدنا فبقى حتى النيجوشيشن ما بيننا وما بين بعض بدل ما هطلب مثلا 10 قروش طب خليهم 15 عشان ينزلني ال 12 او ال 10 اللي انا عايزه يعني فاهم بقينا خلاص فاهمين اللعبه وهو فاهم اللعبه فخلاص بقينا كلنا طب ليه بنلعب على بعض علشان احنا ما عندناش سيستم في البلد كلها شكرا بس ايوه كل سنه وانت طيب يا طارق طيب يا شام انا سعيد والله الف مبروك وانا مبسوط جدا باللي انا بسمعه عنك لانك انت تستحق هذا الكلام من زمان واديني حضن وبوسه اتقابلنا النهاردة مع الممثلين الممثلين دول زينا بيتعبوا وبيصوموا وبيشتغلوا وبيسهروا وبيتحربوا من أهلهم علشان وإحنا بنفطر نتفرج عليهم الناس دي بتاخد أجور
ويمكن ناس كتير قوي فاكر انها كلهم بياخدوا اجور عاليه، ولكن بياخدوها على حسب تسهيل ربنا برضه. المهم هما بيعملوا كده علشان احنا نتفرج عليهم وكل واحد يقول اللي في رايه لمده شهر رمضان ويمكن كمان بعد رمضان. المهم كل سنه وانتم طيبين.